توحدوا بقى، وانا حبارك توحدكم كمسيحيه كامله كده. كنيسه قصر الدباره العذراء ظهرت، سامح موريس القسيس جميل قال احنا فرحانين وبنقول ان العذراء ظهرت. سيدنا البابا رجع من السفر شكره وهو قال ده تاج على راسنا، سيدنا البابا يقول اسمنا. ومستشفى قصر الدباره، مجهودات اسقفيه الشباب، كنيسه الكاثوليكيه، ابونا رفيق المتحدث الاعلامي، في كده توحد ويعني ابواب اتفتحت. قداستك شايف ايه للكنايس انه نفسنا سيدنا يبقى الايمان واحد؟ طبعا دي مشكله او مسؤوليه مجلس كنايس العالمي، المباحثات الحوارات، لكن على مستوى الشعب الحوارات اللاهوتيه والمسائل العقائديه والمسائل الايمانيه لها اشخاصها ولها مباحثاتها ولها مؤتمراتها، لكن فعلا احنا نحتاج الى هذا الشكل من الوجود المشترك. بلاش كلمة الوحدة، لان الوحدة بتفهم في الايمان ان لازم يكون ايمان واحد. بلاش كلمة الوحدة، لكن الوجود المشترك. الوجود المشترك، العمل المشترك، الابواب المفتوحة دي، وقبل الابواب القلوب المفتوحة. طب ازاي سيدنا نحقق احنا كخدام عندنا مشكلة ديت؟ انه مثلا يعني اقول لقداستك مثال كده، كنا لسه بنتناقش، احسبها صح، مهرجان كبير المفروض ان هو رياضي وفني وفي جزء روحي ووسائل جذب جميلة واحنا ما عندناش زيها. طب قعدنا نفكر، طب نقول لاولادنا روحوا، طب ما ده حلو في اتجاه المحبة، نقول لاولادنا ما تروحوش وحش على المحبة، بس ربما يكون حلو لانه محدش عارف، ممكن الواحد يروح يعجبه الموضوع يبلط في الخط يسيب كنيسته، محدش بيسيب امه، صعب يروح ويفضل مصحصح. هي يعني مسؤولية مضاعفة، مسؤولية مضاعفة. اولا انا ككنيسة لازم اوجد فيها ما يناسب من انشطة ومن اعمال تهم الشباب. صحيح. وتخاطبهم بلغة النهاردة، ايوه، مش بلغه عتيقه. لازم يرصد ميزانيات سيدنا لدوت ايا كان، حتى لو كانت جايه من جيوب الاولاد، بس يبقى فيه ده شيء طبيعي، شيء طبيعي، لانه لما هو بيلاقي برضو الامكانيات الماديه بتعمل ابهار، بتجيب حاجات ملونه، بتعمل تكنولوجي، يعني دي مسؤوليه ولازم تدخل في وعي قاده الشباب والاباء بصفه عامه، ان خدمه الشباب محتاجه، او الخدمة بصفة عامة محتاجة نوع من الصرف، نوع من التعضيد. صحيح. الميزانيات الهزيلة اللي موجودة في بعض الاماكن ما عادتش تناسب هذا الزمن اطلاقا. اطلاقا. فالمسؤولية المضاعفة، الوجه الاول ليها ان الكنيسة لازم تطور ايضا اعمالها وانشطتها اللي بتقدم. ولازم انشطة تخاطب بلغة النهاردة، بلغة العصر. بص يا استاذ ايهاب، الميه هي الميه، ايوه، لكن ممكن اقدمها في ازازه، ايوه، او في كوبايه، او في كاس، او في قله، او في الحنفيه. صحيح. لكن طبعا لما اقدم لك كاس ماء بارد بطبق بكاس واقدمه لك علشان انت محتاج الميه، بلا شك هيبقى شيء مشبع ليك. هي المية هي المية، بس طريقة التقديم، وطريقة التقديم اللي تناسب النهاردة واللي تخاطب الطفل، دي حاجة. الحاجة التانية ان بعض الانشطة زي النشاط اللي حضرتك قلته، فضل. انا ما اقدرش امنع الشباب انه ما يروحوش، لانه حاجة جذابة زي ما حضرتك ذكرت، لكن لازم اقول له ان في بعض الحاجات اللي ممكن تقال ما تناسبش ايمانك، لا غير مقبوله في ايمانك، خليك مصحح، فخليك اتعلم روح الافراز، روح التمييز ما بين كده وما بين كده. لكن لازم اضيف له عنصر ثالث واظهر له ازاي الكنيسه وامومه الكنيسه شيء اصيل. ما هو في فرق بين ان انا اكل سندوتش تيك اواي، وفي فرق ان انا اقعد على مايده واتناول طعام شهي يبني كمان، فلازم نميز كده. نورتنا يا سيدنا، مش عارفين نشكر قداستك ازاي. ربنا يخليك، تشكر. ميرسي يا بيشو، بيشو ضروري بينام بدري علشان يروح المدرسه، بكره عندك مدرسه.